شهدت مراكز إنزال الأسماك في منطقة رأس عمران الواقعة غربي محافظة عدن تواجدا ملحوظا في أسماك الباغة، وتم تداولها وبيعها بسعر 12 ألف ريال للسلة، وتحتوي على قرابة 300 حبة من أسماك الباغة. وتفيد المصادر أنه مر أهم موسم للرياح في مياه خليج عدن، وهو موسم الرياح الجنوبي غربي رياح الشمال لهذا العام، والذي لم يسجل فيه أي ظهور لأسماك الباغة في مياه خليج عدن مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية.